صباح الخير، يا رب تكونوا خير. قولوا لي الاول ايه الاخبار. انا برضو مش عايزه اطلع ارد، رغم اني بتهاجم في برامج، والمهاجمه دي ليه؟ لاني بيتصلوا بيا في التليفون وبيقولوا لي اعملي مداخله معانا او تعالي عشان تردي. طيب هل انا مفروض ان انا اجي برنامج انا عارفه ان هيبقى فيه هجوم، وهتبقى المشكله لو في مشكله هتكبر، وهنقعد نتبادل بقى وانا اشتم حتى لو في خلاف بيني وبين زميل، انا مش هطلع اشتم فيه في برنامج او هعمل مداخله تليفونيه اشتم فيه، يعني دي مش اخلاقي. فان انا ارفض ان انا اطلع في برنامج عارفه انه هيجرني لخلاف اكبر من الخلاف الموجود فارفض فاتشتم، مفيش مشكله. ياما ناس نجوم اكبر مني واهم مني اتشتموا واتظلموا، يعني انا مش، يعني ما عنديش مشكله. انا مش هقول بالظبط ايه اللي حصل لان ده للمره الكتير بقولها قدام جهات تحقيق، تمام، وقدام جهات تحقيق كبيره، والموضوع مش من اول امبارح، الموضوع من 26/8 وانا مقدمه مذكره، مش عشان حاجات حصلت في حقي بس، حاجات كتيره تجاوزات حصلت. وانا ست متربيه في المسرح من وانا طفله صغيره، انا ست اشتغلت مع احمد زكي سعاد حسني وانا عندي 9 سنين، سنه 83 ولا 84. وعلى فكره لكل الناس انا عندي 49 سنه، بقولها تاني، انا عندي 49 سنه، انا مش متضايقه من سني وانت كبيره. انا كبيره الحمد لله، الحمد لله ان انا كبيره، والحمد لله ان انا وانا كبيره كده بصحتي ويعني مبسوطه ان ربنا الحمد لله مديني صحه ومديني شكل مناسب ليا في السن ده. ايوه للمره الثالثه والرابعه مش بتضايق يا جماعه. واللي بيخشوا يشتموني على الصفحات وبروفايلاتهم كلها فيك، على فكره المشكله مشكله شغل، فلما حضراتكم تخوضوا في حياتي الشخصيه وفي عرضي، ما هو سهل، ما هو اسهل حاجه على الواحد انه يجيب ناس بفلوس لجان الكترونيه تخش تشتم، بس دي مش اخلاقي وانا مش هعملها، ولا حتى هعمل هروح ارد، لان انا ما يفرقش معايا غير الناس الحقيقيه اللي بتحبني. طيب انا مش عارفه الصوت قطع تقريبا من نص الفيديو اللي فات، النضاره كمان اتكسرت. انا سبت التصوير ودخلت العربيه عشان اكلمكم، مزعلانه قوي على النضاره، بحبها قوي النضاره دي، بس يا رب مش عارفه اعرف اصلحها ولا لا. المهم انا بقول لحضراتكم، يعني بالنسبه للناس اللي عماله تشتم فيا، شكرا جدا على الحسنات اللي بتجيني ببلاش دي يا جماعه، شكرا والله. انا مش بهتم بالكلام الفيك والاكونتات الفيك اللي بيتقال عليا. اللي عارفني من وانا صغيره بمثل، وفي جيل كتير من الجمهور طالع معايا ومتربي معايا، اللي بيحبني هيعرفني على حقيقتي، اللي ما بيحبنيش يشتم فيا، ما فيش مشكله، ما فيش حد في الدنيا اجتمعت الناس على حبه، حتى يعني للانبياء والرسل المثل الاعلى، بس حتى الانبياء والرسل الناس يعني اتشتم فيهم، يعني ما عنديش كلام كتير اقدر اقوله دلوقتي، لان برضو بقول تاني الموضوع قيد التحقيق، في فيديوهات متصوره، في صور، في كاميرات مراقبه في المسرح شافت الواقع. يعني استنوا شويه، مفيش داعي ان الناس اللي بتخش تكبر المواضيع وتعلي المواضيع تكبرها. انا كنت اصلا المشكله كانت مشكله على طريقه شغل وعلى كم اعتراض على حاجات، اعتقد من حقي، انا ست محترمه وبحترم نفسي وبحترم كرامتي، وكرامتي عندي اهم حاجه، وانا تربيت على كده، تربيت في بيت محترم بيحترم الولاد، بيحترموا نفسهم وبيحترموا الكبير، تربيت بحترم الكبير، عمري ما تخطيت حدودي ولا اهنت حد كبير في حياتي.